السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم زميلتكم نريمان فتحي من تيم اور كورس، والنهاردة بإذن الله هنحاول نراجع مع بعض كده المحاضرة التامنة بعنوان التايم مانجمنت. تمام؟ طبعا انا هحاول على قد ما اقدر يعني اقلل في الوقت، فان شاء الله هنشرح بس النقط المهمه ونعدي يعني الكلام اللي مش مهم وكده. اول حاجه هو يعني ايه اصلا تايم مانجمنت؟ تايم مانجمنت دي جمله لازم نحفظها زي اسمنا، ان انا الوقت الصح بحطه للاكتيفيتي الصح، يبقى it's the right time is allocated to the right activity، بدي كل حاجه حقها. دي عايزه ساعه تبقى تاخد ساعه. تمام؟ رقم اتنين، لازم نكون حاطين في بالنا كده، هو انا اصلا ازاي بعمل تايم مانجمنت؟ عشان دي هتفضل معانا طول المحاضره. عشان اعمل تايم مانجمنت كويس، لازم اول حاجه ان انا احدد الاهداف بتاعتي. يبقى رقم واحد الجولز، ان انا احط الاهداف، ولازم ان انا لما اجي احط اهداف منطقيه، ولازم كل هدف احطه لازم يكون ليه ديدلاين معين. يعني انا الهدف حقق مثلا ان انا اذاكر المحاضره ديت في ساعه، الساعه 12 تكون خلصت، الساعه 1 تكون خلصت، يبقى انا حطيت لها ديدلاين معين والكلام ده كله. رقم اتنين البريورتايزنج، يعني ان انا كتبت مثلا عندي 5 اهداف، هاجي بقى اشوف طب مين من اللي ليه الاولويه ان هو يكون في الاول، مين التاني، مين التالت، وهكذا. وبعدين في الاخر هجيب اسكيديول يعني جدول واجي اكتبهم. تمام؟ يبقى اي طريقه علشان اعمل تايم مانجمنت، اول حاجه خالص لازم احدد الاهداف بتاعتي وامتى هسلمها والوقت بتاعها وكده. رقم اتنين لازم ارتبها على حسب ايه الاولويات. رقم تلاته هعمل ايه؟ هعمل جدول وبعدين اكتبها بقى. يبقى بعد ما اخطط في دماغي ايه هي الاهداف وارتبها على حسب الاولويات، هاجي بقى اعمل جدول واكتبها. تمام. فعلشان كده مثلا قال لك هنا كده ان التايم مانجمنت انكلود ايه؟ ان التايم مانجمنت انكلود طبعا هو اخر حاجه نقطه ديت اللي هو التعريف، ان انا بدي الرايت تايم على الرايت اكتيفيتي. تمام؟ ولكن زي ما قلنا اول حاجه خالص ان انا لازم يبقى عندي سيتنج جولز اند اوبجكتيف، والجولز ديت لازم يكون ليها ايه؟ ديدلاينز معينه. تمام؟ رقم اتنين راح قايل لك ان انا هرتبها، يبقى بريورتايزنج اكتيفيتي از بير زير امبورتنس، يعني هرتبها على حسب اهميتها. طبعا من نفس معنى ان انا برتب على حسب الاهميه، ان انا بعمل ديجليشن للريسبونسبيلتي. يعني انا مثلا لو لقيت ان في حاجه مش هقدر اعملها، خلاص هكلف بيها حد تاني. ده برضو ترتيب على حسب الاولويات. اخر حاجه بقى خالص ان انا هعمل effective planning، يعني هعمل جدول كويس اخطط فيه تخطيط كويس. تمام؟ ده بالنسبه لاول نقطه. تاني نقطه في المحاضره بتقول هو ايه اصلا، ايه اهميه التايم مانجمنت، او انا بستفيد ايه من التايم مانجمنت ده؟ اول حاجه احنا مسكمينها ان انا رقم واحد لما يكون عندي تايم مانجمنت انا هيبقى حياتي متوازنه، هعرف احقق بالانس في حياتي. تمام؟ طب لما احقق بالانس في حياتي كده هيعود عليا بايه؟ هيعود عليا ان انا هزود الانتاجيه وهوصل لكل الاهداف اللي انا عايزاها. يبقى هزود، هيكون عندي زياده في البرودكتيفيتي وهوصل لكل الاهداف اللي انا عايزاها. تمام؟ انا بقيت شخص منتج وصلت لكل اهدافي، ده هيعود برده عليا بايه؟ ان انا هيكون عندي ثقه في نفسي، هيبقى عندي تقدير لنفسي، الاسترس هيقل. تمام؟ فاحنا كده عرفنا الترتيب اللي المفروض نحفظ بيه ايه هي الاهميه. طب ايه هي الاوبستكلز، يعني ايه العقبات بقى اللي هتقف قدامي؟ قال لك بصي، معنى كلمه عقبات الايفكتيف تايم مانجمنت ديت، اول عقبه هو بنفس ترتيبهم ما عدا النقطه دي بس، ما عدا 6 و7. طب هو ايه اول عقبه اصلا؟ اول عقبه ان حضرتك اصلا مش محدده اهداف، فبالتالي انت شخص مش منظم، انت ما فيش اهداف اصلا تنظميها. فاول حاجه ان كلير اوبجكتيفز، رقم اتنين ديس اورجانيزيشن، انا شخص مش محدد اهداف فبالتالي مش منظم. ازاي بقى مش منظم؟ انا قاعده في مكان كده، اول حاجه ما بقولش لحد لا، امضي على ده بمضي، كلمي ده في التليفون بكلم، اي انتربشن بيجي لي، يعني حد رن عليا مره واحده، حد جه كلمني وانا في ايديا شغل، لا بستجيب له عادي. فبالتالي انا بعمل شغل كتير قوي في نفس الوقت. يبقى تاني، اول حاجه انا ما عنديش اهداف واضحه، فبالتالي انا شخص مش منظم. ازاي بقى ما بقولش لحد لا؟ رقم اتنين، اي انتربشن بيقطعني عادي، بعمل اشياء كتير قوي في وقت واحد. فبالتالي ايه اللي حصل؟ فبالتالي انا حياتي كلها بقت عمل، ما بقاش فيها بلاي، نو اول ورك نو بلاي. طب لما حياتي كلها عمل ما بقاش في بلاي، ده هيعود عليا بايه؟ بالاسترس والفتيجو، يعني التعب والارهاق. طب اخر حاجه خالص هيجي خلاص بقى، انا من كتر التعب هيجي عليا فترات مش هشتغل اصلا، فبنسميها بيريودز اوف ايه؟ اوف ان اكتيفيتي. ده التسكيمه العامه اللي احنا بنمشي عليها عشان نفتكر الايه؟ ال8 نقط، واتوقع كل نقطه فيهم شرحه نفسها اصلا ازاي هي عقبه. يعني لما الاهداف تكون مش واضحه، انت مش تعرف تعمل تايم مانجمنت فعلا، لما تكون شخص مش منظم ما بتقولش لا، في حاجات بتقطعك، بتعمل اشياء كتير، التوتر والتعب ذات نفسه دوت، لما يكون الشخص في فتره كده متوتر وتعبان وكده ما بيعرفش ينظم وقته، لما يكون ما بياخدش راحه، كل محاضره يذاكرها يخش على المحاضره اللي بعدها، خلاص انا ده مش تنظيم وقت. ان يكون في بيريودز، انا عندي فترات مثلا، انا مثلا النهارده عندي 5 محاضرات المفروض اذاكرهم، جيت من العصر للعشاء مثلا
مفيش ولا محاضره ذاكرتها، ففي فتره كبيره انا ما اشتغلتش فيها، فبالتالي كده عائق قدام التايم مانجمنت. تمام، اهم بقى نقطه في المحاضره كلها ايه هي الخطوات اللي انا بدير بيها الوقت بتاعي، ودي مهمه جدا 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 الدكتوره اكدت عليها. تمام، احنا حفظناهم ازاي؟ انا قلت لك اصلا ان انا علشان ادير الوقت بتاعي لازم امشي بثلاث خطوات، اول حاجه الجولز، رقم اتنين البريورتايزنج، رقم ثلاثه السكيديول، صح؟ فاحنا هناخد كل واحده، بس كل واحده مثلا ليها يعني اخواتها في نفس المعنى، فبقوا 10. ازاي؟ هنعرف دلوقتي. اول حاجه خالص ان انا بحدد ايه؟ ست سمارت جولز، وهناخد دلوقتي ان سمارت ديت كلمه مهمه قوي، كل حرف فيها اختصار لحاجه. رقم اتنين قال لك ان الاهداف ديت لازم تكون اهداف واقعيه. يعني ايه واقعيه؟ يعني ما تعليش سقف طموحاتك، ما تحاولش تكون بيرفكت وخلاص، لا، لازم يكون التوقعات بتاعتك ريسبونسبل، ريسبونسبل يعني لازم التوقعات ديت تكون اسمها ايه؟ يعني لازم تكون مبنية على حقائق، يعني لازم تكون منطقية. تمام، طب اول انا كده خلصت من اول واحدة اللي هو الجولز. رقم اتنين اللي احنا قلناها ايه؟ بريورتايزنج. يبقى بريورتايز يور تاسك، اقعد بقى ارتب الجولز اللي انا حطيتها ديت، ارتبها على حسب الاولويات، وبعدين بعمل ايه؟ اعمل جدول. النقط دي هي كلها انا احفظها في كلمة اعمل جدول. اول حاجة انا هعمل جدول، فلازم وانا بعمل الجدول دوت اخليني منظم، يعني اعمله بشكل منظم. والجدول ده لازم يكون ليه شعار. ايه هو شعاره؟ لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، overcome بروكراستينيشن، يعني لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. طب ازاي انا مش اجل عمل اليوم الى الغد؟ ان انا هبتعد عن الحاجات اللي بتضيع لي وقتي، وهتعلم اقول لا، يعني مش هاخد شغل كتير عليا وخلاص. اول حاجه ان انا هبتعد عن ايه؟ عن الحاجات اللي بتضيع لي وقتي اللي هي تاكل تايم ويستر. رقم اللي بعدها افويد تيكينج اون تو ماتش، هناخدها دلوقتي ان هي معناها اتعلم اقول لا. تمام، خلاص انت عرفتني ايه هو شعار الجدول بتاعك. طب هتكتب ايه بقى في الجدول بتاعك؟ consider your personal prime time، يعني هعرف بقى ايه هي طاقتي وايه هي يومي بيبقى ماشي ازاي، وهكتب بقى ايه بناء. انا اعمل اول حاجه كذا، تاني حاجه كذا، هشتغل ده الساعه كذا، وهاخد راحه الساعه كذا، خلاص انا نظمت يومي بقى. وفي الاخر خالص لو انا حققت نجاح لازم اكافئ نفسي، يبقى بنسميها celebrate success. تمام، ده بالنسبه لي ازاي يعني حاولت الم التسكيمه كده، تلم السبق ال10 ستيبس دول على بعض. اول حاجه هنتكلم عنها هي 6 جولز. اول حاجه لازم تعرف تعمل ان الجولز بتاعتك ديت سمارت، وما تكونش فاجي، يعني ما تكونش شخص مبهم او حائر كده. رقم اتنين لازم يبقى عندك الاثنين، لونج تيرم جولز وشورت تيرم جولز. رقم تلاتة لازم، انا لسه قايله ان الجولز لازم يكون ليها ديدلاين، يعني لازم انا اخلص مثلا المحاضره الفلانيه الساعه كذا. اعمل انتجريت بين الجولز بتاعتك، يعني خلي واحد الاهداف بتاعتك، بمعنى انا مثلا بذاكر المحاضره دي مش عشان درجات بس، لا عشان استفيد في حياتي الشخصيه، عشان استفيد في حياتي المهنيه، فوحد الاهداف بتاعتك. ريلايز ذات جولز تشينج بات know what goal to stick to، يعني ايه؟ اعرف ان الاهداف بتتغير، ولكن اعرف برضو ايه الاهداف اللي لازم تكون متمسك بيها. يعني ايه؟ انا مثلا هدفي ان اجيب ايه بلس المديول ده، والله حصل ظروف وما قدرتش اجيب، خلاص اعوض المديول اللي بعده، ممكن الهدف بتاعي يتغير عادي. ولكن في اهداف ان احنا مثلا مسلمين، فاحنا مطالبين ان احنا نسعى طول حياتنا علشان الجنه باذن الله، فاكيد انا مش هجي بعد فتره اقول لا انا مش بسعى لكده، والعياذ بالله يعني. فده هدف لازم كلنا نبقى متمسكين بيه. تمام، اهم نقطه في المحاضره والدكتوره اكدت عليها 30 الف مره هي السمارت، هي السمارت جولز. نعرف كل واحده اختصار لايه، هقولها في جمله واحده هنفهم بيها المعاني كلها. انا لما اقول ان انا عايزه اخس 10 كيلو علشان نفسي او علشان شكلي عاجبني في خلال السنه دي ان شاء الله، اول حاجه انا لما قلت انا عايزه اخس 10 كيلو، يبقى ده معناه ان انا حددت. فاول حاجه لازم الهدف بتاعك يكون سبيسيفيك، بنسميها ايه بقى؟ بريسايز ستيتمنت، يعني جمله مختصره لانت محتاج ايه exactly what are we going to do، احنا هنعمل ايه، الكميه بتاعته، امتى هنعمله، كم مره هنعمله. تمام، فانا لما قلت، انا ما قلتش مثلا انا عايزه اخس وخلاص، او ما قلتش مثلا انا عايزه اكون انسانه ناجحه، مش حاجه اسمها انا عايزه اكون انسانه ناجحه. ايوه ناجحه من اي شكل، عايزه تكوني ناجحه ازاي. تمام، فده معناه ان الحاجه بتاعتك هتكون ايه سبيسيفيك. تمام، ده اول نقطه. تاني نقطه ميجربل، يعني الحاجه ديت ليها ستاندرد للنجاح ولا لا، يعني اقدر بعد شهر مثلا اتابع هل انت وصلتي تطورتي في الموضوع ده، ولا مثلا قلتي، ولا ايه اللي حصل، ولا ثابته ولا كده. فده معناه ان انا باخد حاجه فعلا اقدر ان انا اقيسها. دي مهمه الكلمه اللي التعريف بتاعه ان انا ايه بنسميها جيجنج بروسيس، يعني ديت الخاصيه بتاعي ان انا يعني ايه اتابع التطور، هقدر ان انا في تطور ولا لا، فبالتالي اقدر ان انا اعمل مانج وايفاليت للجول بتاعي، اقدر ان انا اقيمه. هل انا يعني انا في المثال اللي انا قلته انا عايز اخس 10 كيلو، فبالتالي انا ممكن اجي بعد شهر اقيس والله مثلا انا قلت جرام، انا قلت كيلو، انا قلت 2 كيلو. تمام، فبالتالي انا عرفت ان انا اقيسه. لكن لو قلت زي ما قلت في اول مثال ان انا عايزه اكون انسانه ناجحه، ايوه انا اجي بعد شهر بقيت انسانه ناجحه ازاي؟ ما فيش حاجه اصلا ستاندرد ماشي عليها. رقم ثلاثة اتشيفبل، اتشيفبل ديت
معناها ان الحاجه دي بتناسب قدراتي فبالتالي اقدر احققها. يعني ما تجيش تقولي مثلا انا عايزه اخس 50 كيلو في شهر، ما اكيد ده مش منطق، لكن انا عايزه اخس مثلا 5 كيلو في شهر، ماشي ده منطق. فبالتالي اتاكد ان الاهداف بتاعتك بتناسب قدراتك، فبالتالي انت اي حاجه هتقدر انك توصل لها. فبالتالي يعني ما تكونش الحاجه دي ولا سهله قوي ولا صعبه قوي، المهم ان هي تناسب ايه قدراتي. تمام. النقطة اللي بعد كده حرف الار اللي هو realistic and relevant، بمعنى اصح الكلمتين دول معناهم ان الحاجة دي واقعية ومناسبة وملائمة لحياتي ولشخصيتي. يعني ايه؟ انا لما جيت قلت ان انا عايزة اخس 10 كيلو علشان شكلي يعجبني. يعني ايه علشان شكلي يعجبني؟ يعني عشان ده جزء من شخصيتي. ده بنسميها البيرسوناليزيشن اوف يور جول، يعني تشخيص الجول بتاعك، هو انت حابب ده ولا لا، هل هو بيدعم اهتماماتك، قيمك، احتياجاتك، مواهبك. فبالتالي الحاجات دي كلها على فكره مهمه جدا لتشجيعك اصلا انك تعمله. بمعنى انا مثلا لو كنت عايزه اخس علشان اهلي عايزيني اخس، او علشان جوزي عايزني اخس، انا كده هيبقى في حاجه بتشجعني ان انا اخس؟ لا. لكن انا لو انا عايزه اخس عشان انا اللي عايزه اخس، عشان شكلي انا يعجبني، فبالتالي الحاجات دي كلها بتدعم اهتماماتي، فبالتالي دي ريليفنت، يعني ملائمه ليا. تمام. اخر حاجه تايم بيزد، ولسه انا طول المحاضره كررتها 30 مره ان الجولز لازم يكون ليها ايه ديدلاين. يبقى ايه الجولز؟ لازم احط له ديدلاين. ديدلاين عشان ايه؟ علشان ابدا وامشي على التراك ده. تمام. احنا قلنا اول حاجه ان انا احط الاهداف، ولكن الاهداف ديت لازم يكون الاكسبكتيشن بتاعتك منطقيه، يعني ما تحاولش تكون بيرفكت وخلاص، لا ابدا وكل حاجه هتيجي في وقتها. بمعنى اصح انا مثلا ما اقعدش قبل ثالثه ثانوي اجيب 30 كتاب وما احلش حاجه في الاخر وما اعملش حاجه في الاخر، لا انت تبدا. لان بيقول لك ان معظم الناس بيبداوا بياخدوا وقت كتير قوي عشان يعني يحاولوا ان هم يكونوا بيرفكت من قبل اصلا ما هم يشتغلوا. يعني انت ما كنتيش لسه اشتغلت وجبت 30 كتاب. تمام. فبدل ما تقعدي تنتظري بقى الوحي يجي لك وتكوني شخص بيرفكت وكده، لا اجري باللي معاكي وثبتي في الطريق. يعني لما يجي يقول لك ابدأي بس بالحاجات اللي معاكي، ما تستنيش المكتب يتوضب لك، لا ابدأي بالحاجات اللي معاكي وثبتي بعدين في الطريق، لأن البرفكشنزم بيعمل ايه؟ بيعمل ويست للتايم. تمام. احنا اول حاجة قلناها كده الجولز، والجولز دي تكون تناسب توقعاتك. كده خلصنا اول نقطة. تاني نقطة البريورتايزنج يور ايه يور تاسكس. تمام. اول حاجة بيقول لك ان انا احدد اولويات اهدافي، ايه المهم وايه مش المهم، ايه الترتيب اللي انا عايز اعمل بيه الاشياء. لما بتعملي بقى البريورتايز، يعني لما بتحددي الاولويات بتاعك، بعدها زي ما قلنا في التسكيمة بتاعتنا بنعمل ايه؟ بنعمل جدول بقى عشان نكتبه. تمام. طب انا ازاي بعمل ايه هم الاربع عناصر بتوع الاولويات؟ قال لك بصي، احنا عندنا هنا امبورتنت ونون امبورتنت، هنا urgent و non urgent. تمام. اول حاجه لو الحاجه دي مهمه وعاجله انت مستنيه حضرتك ايه لازم تعمليها، يبقى ايه دو. طب لو كانت مهمه بس مش عاجله، يعني انا كده كده لازم اعملها بس مش شرط دلوقتي، فبالتالي هعمل ايه دلوقتي دوت نقطه بي. طب هي مش مهمه بس عاجله، حاجه جت لي مره واحده بس هي مش مهمه، يعني مش شرط اعملها، هعمل ايه؟ ممكن اعمل افوض بيها حد تاني ديليجيت، يعني ان انا بس اقول لماما معلش يا ماما روحي مكان المناسبه الاجتماعيه دي. تمام. طب هي مش مهمه ولا عاجله زي قعدتي على الفيسبوك مثلا، لا خلاص انت اصلا تحذفيها من حياتك خالص، ده دي ليه. تمام. دي بالنسبه للعناصر. الحته دي مهمه جدا الدكتوره اكدت عليها هي واللي جايه، هنحاول ان احنا نفهم شويه يعني الامثله ونحاول نحفظها. وطبعا الموضوع ده مش حفظ على قد ما هو فهم، عشان اي مثال يجي لنا نعرف هو تبع انهي بتاع. اول حاجه important و urgent. important و urgent دوت المربع ده بنسميه مربع الارجنسي، يعني مربع اللي لازم دلوقتي، الحاجه العاجله مهم جدا نعرف اسم كل مربع ايه. طب ايه الحاجه العاجله؟ زي ايه مثلا؟ الكرايسيس دي معناها ازمه. يعني ايه ازمه؟ مثلا انا دلوقتي في مستشفى وفي مريض دخل لي عنده عمل حادثه على الطريق وجاي بينزف موت، وعندي واحد تاني انا مثلا شغال عليه او مثلا جنجالي قايس له السكر، هعمل لمين الاول؟ اكيد اكيد للي هيموت مني ده. تمام. رقم اتنين قال لك بريسنج بروبلمز. بص كلمه بريسنج ديت ملحه علشان ما نتلخبطش او نحفظ اللي مكتوب، هيجي لك كلمه بريسنج ده تاني ميني بريسنج ماترز. معظم على فكره الحاجات الملحه اللي هو مثلا في واحده صاحبتي عماله تزن على دماغي يلا نخرج النهارده يلا نخرج النهارده، في مثلا ماتش فكل اللي حواليا عاملين يلا نتفرج على معظم الحاجات الملحه اساسا ما بتكونش حاجات مهمه قوي، هي بتكون حاجات عاجله اللي هو يلا نعمل دلوقتي، لكنها مش مهمه. فبالتالي معظمهم يعني معظم الحاجات الملحه دي هتلاقيها في نقطه ايه؟ نوت امبورتنت ارجنت. لكن هنا كده لما حضرتك شفتي كلمه بريسنج بروبلم، مشكله ملحه، ده المشكله دي انا لو ما حلتهاش دلوقتي خلاص هيحصل عواقب كبيره. فبالتالي كلمه بريسنج بروبلمز دي حاجه مهمه وارجنت كمان. تمام. واي حاجه فيها كلمه ديدلاين، ديدلاين بروجكت، ديدلاين بريبريشن، ديدلاين ميتنج، اي كلمه ديدلاين يعني متحدده بوقت فلازم لازم اعملها دلوقتي. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنقدر ان احنا نعرف عناصرها.
طب تاني حاجه، تاني حاجه امبورتنت بس نوت ارجنت، يعني حاجه مهمه ولازم اعملها بالفعل، ولكن انا ممكن اعملها متاخر شويه. فبالتالي ده بنسميه المربع بتاع الجوده. ايه كلمه جوده يا نرمان اللي جابها هنا؟ كلمه جوده ان انا هعمل الحاجات ديت وانا رايقه، يعني انا مش شغاله تحت ضغط، فبالتالي انا بخطط لحاجه مستقبليه، مثلا عندي امتحان بعد شهرين، فلسه براحتي بقى بعمل اقصى ما عندي وجوده كويسه علشان اعمل الحاجه دي بعدين، تمام؟ فده كله مثلا بجهز لحاجه، بريبريشن، بريفنشن، بريفنشن، مثلا بعمل كلاريفيكيشن لحاجه، بعمل بلاننج تخطيط، ببني علاقه، بقوي حاجه. الكلام ده كله على فكره هو اهم عنصر فيها. هيجي لك مثلا كلمه بريبريشن، هيجي لك بلاننج التخطيط، الحاجات دي هل بتيجي من يوم من قرار لازم اعمله دلوقتي؟ لا، انا بقعد اخطط براحتي. يعني انا مثلا المديول الجاي مثلا بتاع الاي ام تي دوت هيبدا كمان اسبوع، انا قعدت اخطط له من دلوقتي. هل انا مثلا لو ما خططتش دلوقتي هيحصل عواقب وخيمه بعد كده؟ لا، ما انا ممكن برضه في اول المديول اخطط عادي، ولكن مخطط دلوقتي عشان اخطط بمزاج، تمام؟ تمام. جينا بعدها قال لك طب نوت امبورتنت ولكنها ارجنت بقى، يعني حاجه مش مهمه لكنها عاجله، دي بنسميها المشتتات، زي مثلا مكالمه تليفون، زي مثلا انتربشن، هو ده اللي بيجي في الامثله كتير. الانتربشن دي حاجه قطعتك، تمام؟ معظم قلت لك الحاجات، ومعظم الاكتيفيتي الاجتماعيه، بمعنى فرح، ماتش. هل الفرح مثلا لو قلت ان انا مش فاضيه النهارده، هل الفرح هيتاجل لي بكره؟ لا، هو ارجنت، هو الفرح دلوقتي، هو ده ميعاده، تمام؟ هو ارجنت عادي، ولكنه مش مهم. انا ممكن اجل، يعني انا ممكن اعتذر، انا ممكن اودي ماما مكان الفرح، تمام؟ بعض الايميلات طبعا. وقال لك ان الحاجات دي غالبا بتكون ديسبتيف اند هاي جيك تايم، يعني الحاجات دي بتكون خادعه وبتضيع لك الوقت بتاعك اصلا، تمام؟ اخر حاجه بقى هي ولا مهمه ولا ارجنت بقى، دوت بنسميها ويست، يعني ارميها في الزباله من الاخر، زي مثلا الجونك ايميل، زي البيزي ورك، الحاجات اللي بتشغلك وخلاص، زي تريفيا، الحاجات التافهه، بعض المكالمات برضو. ما تجيش بقى تقولي لي هو ممكن يجي لي بعض المكالمات دي ما ببقاش عارفه هي مثلا سي ولا دي؟ لا، ما انت مش هيجي لك بعض، هو هيجي لك الحاجات الواضحه، هيجي لك مثلا بلينينج، هيجي لك مثلا كرايزيس، هيجي لك مثلا هنا كده، مثلا هيجي لك ايه بوبيلر اكتيفيتي، او هيجي لك مثلا انتربشن، كلمه انتربشن، ولكن هنا كده هيجي لك الجنك ايميلز، مثلا هيجي لك الوي التايم ويستر، الحاجات اللي بتضيع الوقت، هيجي لك الاسكيب اكتيفيتي، الانشطه اللي انا بهرب بيها، فالحاجات دي كلها بتضيع الوقت، فالحاجات دي كلها نوت ارجنت وكمان نوت امبورتنت، تمام؟ هيرجع تاني يقرر لك ايه كل ايه ده؟ هيرجع تاني يكرر لك كل واحد برضو الايه. احنا قلنا ان الايه دوت ارجنت وامبورتنت اللي هو الكوادرنت واحد، لازم نعرف الايه التعريف كويس جدا. طبعا احنا قلنا ان الايه دي اللي انا بعمل له ايه، دو اعمله، تمام؟ لازم اعمله دلوقتي، وبحط فيه التوب بريورتي، يعني الاولويه الكبرى. وبعدين قال لك ان دي الاشياء اللي انت لازم تعمليها دلوقتي وما ينفعش انك تاجليها، لان لو اجلتيها هيحصل نتائج كبيره. زي ايه بقى؟ انا قلت لك اهو ميت، احنا عايزين نفسر الكلام مش نحفظ، نعرف الحاجه ديت من الجمله. كلمه ديدلاين اهو، يبقى خلاص ده على طول ايه، ريسبونسنج تو بيشنت كومبلينت. انا جاي لي بيشنت بيشتكي لي من حاجه، انا ممكن لو سبته يموت فيها، فبالتالي انا لازم استجيب لحاجه كل حاجه المرضى ديت بتكون ايه برضه، تمام؟ طب بي ديت امبورتنت لكنها مش عاجله، ديت كوادرنت 2. قال لك ان البتاعه دي مش حساسه للوقت، لكن هي بتفضل ان انا لازم اعملها بالفعل. يعني ما تجيش تقولي لي ان الحاجه ديت ما تعمليهاش، لا، ما هو حضرتك اصلا بي دوت كان في جمله في الداتا القديمه ان بي ديت ممكن تقع في ايه وممكن تقع في سي. ازاي بقى؟ بي ديت انا لو اخرتها، هي دلوقتي مهمه لكنها مش عاجله. طب انا لو اخرتها، يعني انا مثلا كان عندي امتحان الشهر الجاي، فالموضوع ده دلوقتي مهم لكنه مش عاجل، طب انا اخرته خلاص هيبقى مهم وعاجل، فبالتالي انا كده احولته لايه، لايه. طب لو مثلا كان في محاضره هي مش مهمه بس عاجل، بس هي معلش هي مهمه بس مش عاجله، تمام؟ لو المحاضره دي جت الاسبوع الجاي ولغوها، خلاص هي ولا بقت مهمه ولا بقت عاجله، تمام؟ فانا ممكن بي ديت هي حلقه وصل بين ايه، ممكن تقع في ايه وممكن تقع في ايه، في سي، تمام؟ قال لك ان ايه، قال لك ان هي غالبا بتكون ممكن اخرها عادي في الجدول، يعني من غير عواقب، لو انا اخرتها مش هيحصل لي عواقب كبيره، تمام؟ طبعا ايه، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش اعمل بيه وانا لسه ما عملتش ايه، بمعنى انا عندي ميد يوم الاربع، الميد هيخش فيه محاضرات لحد يوم السبت، تمام؟ ما ينفعش اكون لسه ما خلصتش محاضرات الميد واجي مثلا اذاكر محاضره الثلاث اللي هي قبل الاربع مثلا، او انزل الكليه احضر محاضره الثلاث، ما انت اصلا لسه ما خلصتش ايه اللي عندك، تمام؟ طب هنعرفها ازاي؟ لونج تيرم بروجكت. بصي، بروجكت ديت حاجه مهمه لكنها لونج تيرم، يعني انا معايا لسه وقت، فبالتالي الحاجه ديت ارجنت. رقم اثنين، ستادينج دوت حاجه امبورتنت لكن ان ادفانس، يعني لسه الموضوع مش دلوقتي، لسه قدامي شويه، فبالتالي دوت ايه؟ فبالتالي دوت بي بريورتيز، تمام؟ طب سي بقى، سي دوت ان الحاجه ديت مهمه، لا سي ديت اللي هي مش مهمة.
مهمه لكنها الحاجه ديت ايه عاجله، تمام، اللي هو الكوادرانت ثلاثه. تمام، احنا قلنا اهم حاجه زي ايه، زي الانتربشن، الحاجات الديستراكشن، الحاجات اللي بتلخمك، إيه زي مثلا الفان ايفنتس اللي بتيجي مره واحده، السوشيال انفيتيشن، حد دعاني الفرح، ماتش، الكلام ده كله. وطبعا دي ما لهاش اصلا نتائج، يعني لو ما رحتش الفرح مش هيحصل حاجه، لو ما اتفرجتش على الماتش مش هيحصل حاجه، فبالتالي دي بنفوض بيها حد تاني بنسميها ديليجيت. اخر حاجه دي بقى اللي هو ولا مهمه ولا عاجله، دوت كوادرانت 4، زي مثلا مضيعات الوقت زي اللعب، زي الفيسبوك، الكلام ده كله احذفه ديليجيت. طبعا في مقوله يعني بتقول ان احنا نقضي معظم الوقت في واحد واثنين، ونبعد، نحاول نبعد يعني على قد ما نقدر عن رقم 4. تمام. طبعا احنا كده خلصنا اول حاجه، بنحط الاهداف. رقم 2، الاهداف ديت لازم تكون بتتناسب مع الريسبونسبل اكسبكتيشن. ورقم 2 بقى اللي احنا، او رقم 3 هنا كده، اللي هو ايه، اللي هي يعتبر رقم 2 في التسكيم بتاعتنا، اللي هي مين، تحديد الاولويات، البريورتايزنج. رقم 4 بقى هعمل جدول. هعمل جدول دي، انا مش هقرا الكلام ده عشان هياخد وقت على الفاضي، ملوش اي لازمه الدكتور اصلا عديته، بس بمعنى اصح انا وانا بعمل جدول اول حاجه بشوف المواعيد اللي عندي املاها الاول، اللي هي مواعيد الدروس بقى والمعامل والكلام ده كله، وبعدين في الاخر اسيب وقت لنفسي. ده بالنسبه لطلبه المدارس. بالنسبه لطلبه الجامعات، النقطه دي بتقول ان انت عندك وقت فراغ اكتر، فبالتالي موضوع الاولويه بقى عندك افضل، يعني انك تبقي عارفه ترتيب اولوياتك، ده بقى موضوع اهم. ليه؟ لان احنا عندنا وقت فراغ اكتر، وكمان ان احنا بقينا مسؤولين عن نفسنا، ما بقاش في حد مسؤول عننا. تمام، ده بالنسبه لموضوع نعمل الجدول. قلت لك لما نيجي نعمل الجدول في التسكيمه بتاعتنا نعملها بشكل منظم. فجيت اورجنايز ده ازاي بقى؟ قال لك جيت اورجنايز دوت، احنا برده هنسكمها في جمله عشان تفكرك بكل ده. اول حاجه، انا بذاكر من الفجر لحد قبل الظهر بساعه، باخد كل ساعتين محاضره، بحاول استغل كل دقيقه في الساعات دي. اول حاجه بذاكر من الظهر، من الفجر لحد قبل الظهر بتاعه، ده معناه ان انا عامله وقت معين في اليوم بذاكر فيه، يعني عشان اخلي المذاكره كعاده. تمام. رقم 2، لحد قبل الظهر بساعه، ده معناه طب ليه سبت ساعه علشان اكسترا تايم ات اند، عشان مثلا لو حصل اي حاجه مش متوقع، حد جه زارني في النص مثلا، يبقى معايا وقت اعوض فيه. قال لك ان انا كل ساعتين بذاكر محاضره، يبقى ده معناه ان انا مقسمه الوقت لايه، لبارتس، وبحاول استغل كل الوقت، يبقى يوز يور ويتنج تايم. يعني مثلا انا مثلا في المواصلات، انا مثلا مش عارفه منتظره الدكتور، استغله في حاجات مش عاجله، يعني حاجات مثلا مهمه شويه لكنها مش عاجله قوي، او ممكن اصلا تكون تاسكات مش مهمه، ارد على ايميلات مثلا، اقرا كتاب، عارفه اقرا الورد بتاعي، الكلام ده كله. طبعا لازم ده كله اعمله بايه بقى، اللي انا قلته ده كله اعمله بايه، لازم اعمله تو دو ليست، يعني كل حاجه اعملها صح، اعلم عليها ده ما عملتوش، ده عملته، الكلام ده كله. طبعا احنا قلنا ان الجدول بتاعنا له شعار. ايه هو شعاره؟ اوفركم بروكراستينيشن، يعني لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. الموضوع ده يعني مش مهم خالص، فحتى مش متوقعش، يعني ملوش لازمه ان احنا نقراه، لو قراته لوحدك هتفهمه. المهم بيقول لك ده صور التسويف، يعني انت ممكن تسوفي ازاي، تتجاهليها خالص مثلا، تزودي من قدراتك وتقللي من قدرات الحاجه اللي قدامك، يعني مش مهم خالص. تمام، لو قرأناها نفهمها. هو الوقت قد ايه؟ مش عايز ازود اكتر من كده. ايه هي بقى التايم ووستر بقى؟ احنا قلنا بعدها ازاي مش هأجل عمل اليوم الى الغد، ان انا هبعد عن الحاجات اللي بتضيع الوقت واتعلم اقول لا. ايه هي الحاجات اللي بتضيع الوقت بقى؟ في 6 اساسيين وفي 10 اضافيين، دول مسكمينهم في ايه؟ اول حاجه الستة الاساسيين دول مسكمينهم لما حد يجي يقول لي ايه؟ يلا نتفرج على فيلم يا برو، فقال له ماشي، راح صاحبه قال له انت ازاي جامد كده؟ عندك كل الحاجات دي وحتى مش قلقان، يعني عندك كل التاسكات دي وحتى مش قلقان؟ اول حاجه نتفرج على فيلم يبقى واتشنج تي في، يا برو اللي هي البروكراستينيشن اللي هو التسويف. قال له ماشي سينجست، فقال له انت ازاي جامد كده؟ يعني بيرفكت كده، يبقى البيرفكشنز، عندك كل الحاجات ديت هو مالتي تاسكس يعني، وحتى مش قلقان، يبقى كلمه قلقان ورنج، يبقى السته دول هم التسكيمه، دول السته الاساسيه واللي في الصوره دول اللي بيعملوا تايم يعني. يا ريت التسكيمه تكون واضحه وتكونوا فهمتوها. الاذر بقى، الاذر دول انا مسكماهم في جمله تانية كده هتلاقوها مكتوبه في البي دي بتاع اخر المحاضره يعني، بس عشان ما نمشيش ولخبط الدنيا دلوقتي. ايه هي بقى البتاع دي؟ ان انا الشخص اللي بيبقى مضيع وقته دوت نو لايفنج، يعني ما عندوش حياه، اول حاجه ما عندوش حياه وعنده نقص اولويات. يبقى اول كلمتين نو no... بص هجيبها عشان تبقى واضحه، مش مهم، بسم الله اهي، ما عرفتش بس اكتبها يا ابني، ما عرفتش اكتبها فوق. اول حاجه ان هو مفيش حياه، على فكره انا باخد كلمه من كل جمله، وهنطلع دلوقتي نشرح كل جمله لوحدها، بس رقم 1 نو لايفنج يعني مفيش حياه، رقم 2 نقص اولويات. تمام، فمره واحده كده لقى
الالهام بتاع البرفكشنزم نزل له مره واحده كده، نزل عليه الالهام وهتغير بقى وبشخص تاني. فكلمه انسبيريشن بتاع الايه البرفكشنزم، لما نزل عليه الالهام وخلاص بقى، بقى في تحول جذري في حياتي، الموضوع ده كان عامل جوايا خوف وقلق، فروحت اشتكي لصاحبي المفضل واقول له بليز ساعدني. وبعدين ايه اللي حصل؟ كررت الموضوع دوت على كل اصحابي علشان اقارن ردة فعلهم، هل هيفرحوا لي مثلا بالتغير اللي حصل لي ده ولا لا. على فكره هي تسكيمه عباره عن قصه كده عشان نفتكر بس العشر عناصر. هنطلع فوق بقى نقول هو ايه اصلا كل عنصر ده معناه ايه، عشان هو مش من معنى اللي انا قلته في التسكين، احنا بس بنعرف كلام. اول حاجه انا قلت نو ليفنج. نو ليفنج ديت ان انت مش عايشه حياتك، يعني انت مثلا مرتبك 4000 وعايزه تعيشي حياه واحد مرتبه 1000 مثلا، فبالتالي انت كده مش عايشه حياتك اصلا. تمام، الحاجات دي بتضيع الوقت، بتضيع وقت على الفاضي. رقم اثنين نقص الاولويات. انا رقم ثلاثه الالهام، يبقى ان انت منتظره الانسبيريشن. رقم اربعه ايه في التسكينه بتاعتنا؟ البرفكشنزم، ان انت تتوقعي البرفكشنزم. اي توقع للبرفكشنزم ده بيضيع الوقت. رقم خمسه ايه؟ رقم خمسة ان انا بقارن. انا قلت لك ان انا ايه، لا المفروض ان انا معلش، انا قلت ان الالهام جالي فروحت اشتكي بكومبلين. كومبلين ايه؟ الناس اللي بتشتكي على طول، الاولوس كومبليننج، الناس اللي بتشكي على طول. ده موضوع مضيع للوقت جدا. تمام، اشتكي لمين؟ لصاحبي واقول له بليز ساعدني. هي طبعا بليز هناك بليز ساعدني، لكن هنا كده الجمله تانية خالص، ان انا بعمل ايه؟ تراينج تو بليز ايفري وان. محاولتك لارضاء كل الناس دوت هيضيع وقتك، لان رضا الناس غايه لا تدرك. تمام، وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ لان انا كنت ايه، لان انا نسيت حاجه في التسليمه، لان انا كنت خايف وقلقان. فانا خايف خوفك من الفشل وقلقك عن الايه، عن اللي الناس هتقوله. ورحت بعد ما عملت بقى لصاحبي كومبلين وقلت له بليز ساعدني، رحت قررت الموضوع ده. يبقى كلمه كومبير، كومبيرنج يور سيلف، يعني انت دخلت المؤسسه النهارده بتقارن نفسك باكبر حد في المؤسسه، عايز تكون شخص بيرفكت من اول يوم. تمام، كومبير رحت قررت الموضوع ده يعني على كل اصحابي عشان اقارن بين ايه، بالردات فعلهم. فريبيت وكومبير، ريبيت بقى ازاي؟ ريبيتنج ذا سيم ميستيك، كلمه ريبيت دي هتفكرك بالسيم ميستيك. المهم يعني ان انا التسكيمه اللي انا عاملاها، عاملاها كان نفتكر كل كلمه ونيجي بقى نقول هي الكلمه دي بترمز لايه في التايم موستر. تمام، او معناها ايه في التايم موستر. يعني طبعا اللي بعدها انا قلت لك اتعلم تقول لا، بس هو ده، اتعلم تقول لا، خلي الناس التانية تساعدك. بعدها قلت لك طب خلاص انت هتكتبي ايه بقى في الجدول؟ قلت لي ان انا هنظم وقتي انا بقى، اللي هو consider your personal prime time. يعني ايه؟ يعني your energy cycle. هعرف انا امتى بكون نشطة في اليوم، امتى لا بنام، امتى بكون مثلا اقدر اذاكر بس حاجات مش مهمة قوي، لا امتى اقدر اذاكر حاجة مهمة جدا واعمل اهم حاجة في يومي. هو ده بنسميه البرايم تايم او بنسميه الانرجي سايكل. معظم الناس طبعا قالت ان اكتر حاجة بتحتاج منك مجهود او مجهود ذهني اعمليها في اول اليوم، ولكن في ناس ما بتتفقش مع ده، لان في ناس مثلا بتحب تذاكر بالليل، فده مش لكل الناس. ولكن المنصوح بيه ان انا اعمل اول حاجه بغض النظر بقى انا هبدا يومي امتى، بس اعمل اهم تاسك في التاسكات اعملها اول حاجه. يعني انا دلوقتي بسجل المحاضره دي مثلا الساعه تقريبا 8. تمام، انا اول ما صحيت قلت هسجل المراجعه الاول. ليه بقى؟ علشان دي اهم حاجه في يومي، مفيش اهم من كده، عشان انا دلوقتي مش تعبانه، عشان انا دلوقتي مركزه. تمام، فبالتالي البتاع ده هيمنع ان انا بعد كده، يعني انا مثلا لو كنت سبتها للعصر كده كان ممكن اسوفها واقول اعمل المراجعه دي بعدين، كده كده مش هيسمعها دلوقتي. تمام، وطول برضو ما اليوم بيتقدم حضرتك بتشعري بالتعب، فبالتالي هيبقى الموضوع صعب جدا انك تعملي التاسكات الايه الصعبه وكده. فبالتالي ان انا ارتب الاولويات ده هيخليني اليرت، وهيزود الايه، وهيزود الانتاجيه بتاعك، وهيدير عملك بنجاح. تمام، طبعا في حبه مهارات كده بتساعدني في الموضوع دوت، ان انا مثلا انام اخد راحه كويس، انام كويس، يبقى عندي وقت للراحه، اكون فليكسيبل مش انا قلت فليكسيبل للانكسبكتد تشينج، ده لما قلت فوق ان انا مثلا اسيب ساعه قبل الديدلاين، فبالتالي لو حصل اي حاجه انا متوقعه ان ممكن يحصل اي حاجه. ارتب اولويات، الحاجات دي كلها هتخلينا ندير الوقت كويس، هيعمل بريورتايز للتاسك بتاعي وهيحافظ عليه. بصي الحته دي انا متوقع عشان هي مهمه خالص. اخر حاجه بقى في العناصر كلها قلنا ايه؟ اكافئ نفسك كل يوم، اعتبر ان انت طالما عملت التاسكات اللي عليك اعتبر ان انت طالب متخرج. بس اتمنى اكون وفقت في المراجعه كده، ونكون لنا المحاضره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.